الموكب هيبدأ من هنا لحد الدوار يا فريد بيه. مفهوم يا سيدي، مفهوم مفهوم. توكلنا على الله. شوقي يا ربي ولده، الحمد لله يا رب. قال يا سيدي العقود ومتسجله في الشهر العقاري، وهتلاقي الخدمه اهو عليه. وادي كمان شيك مقبول الدفع، ده ثمن الخشب بسعر النهارده مش بسعر زمان. ها الشيك اهو، وخلاص حكايتك خلاص ابتدت. لا انا فارس، رحنا النيابه وغيرنا اخواننا وخلاص، هتطلع براءه خلاص. ها صفي لبن. تسلمي على الراجل وتقعدي مع حريم البلد الجايين يا عسوكي؟ روحوا انتوا اقعدوا معاهم وخدوا العزاء. اماني عزا المرحوم حاخده بعدين. يعني بابا ما كانش مسافر الفترة اللي فاتت دي كلها؟ الحقيقة يا جماعة، يعني هو فريد بيه كان مقيم في مكان آمن جدا، وما كانش فيه حد يعرف مكانه. والمفاجأة بقى إن اللي كان بيحرسه غفير واحد ومعهوش بندقية كمان. ايه؟ غفير واحد بس؟ ازاي؟ ما هو احنا صفينا كل المشاكل اللي بينه وبين ولاد المرحوم ابو الفضل وبين المهندس كامل عبد الدايم ومع غيرهم كمان. يعني بابا خلاص بقى في امان وملوش اي عداوات؟ بالنسبة للعداوات اللي في مصر احنا خلاص صفيناها، بس العداوات اللي مع الناس اللي بره مصر انا شخصيا لسه معرفش عنها اي حاجة خالص. بس ما تقلقوش، انا هتنيني وراه لحد ما اعرف اصل الحكاية ايه، واكيد هنحلها بحل سلمي زي ما حلينا اللي هنا. فارس، انا عايز اجي معاك عند بابا. اكيد دلوقتي هو مهيئ نفسيا ان احنا نكون حواليه عشان نعيش بقى حياه مستقره. يعني انا بقول يعني شويه يا ابو حميد، يعني بس مش شويه اكتر يعني. وان شاء الله يا جماعه قريب جدا كل اللي انتوا عايزينه هيحصل، وهتتلموا حوالين فريد بيه وتعيشوا في امان واستقرار. يا ريت يا فارس، يا ريت.
ربنا يهدي لنفسه ولولاده والكل اللي حواليه. يعني يا تهانم فارس، انا مش هسمح لك تزوغ مني زي كل مره. انا عايزه اتكلم معاك دلوقتي حالا وعلى انفراد كمان. عن اذنكم، يا ريت يا عماتي تعملي لنا فنجانين قهوه من ايديك الحلوين دول. اتفضل اتفضل في الصالون. خير؟ المره دي عايزه اقول لك كلام مختلف تماما عن اللي كنت هقوله لك المره اللي فاتت. تصور. مش فاهم. المره اللي فاتت لما اتهربت مني كالعاده كنت عايزه اقول لك عن مشاعري ناحيتك، والنهارده برضو عايزه اقول لك عن مشاعري ناحيتك، بس كلام النهارده يفرق كتير عن اللي كان ممكن اقوله لك المره اللي فاتت. دي بقى فوازير والمطلوب مني ان انا احلها ولا ايه الحكايه بالظبط؟ الايام اللي فاتت اللي بعدت فيها عني، اللي انا كنت فيها بعيد عن الفيلا وسط القلق والتوتر، اكتشفت حاجه مهمه قوي. اكتشفت ايه بالظبط؟ اكتشفت انك صح، وان حبي ليك كان عامل زي الحلم. حلم؟ حلم بعيد. عشان كده لما صحيت اكتشفت انه ما كانش حب. يمكن الحلم ده والمشاعر اللي كنت عايشاها اكيد سببهم نبلك وفروسيتك، حاجه كده عامله زي حواديد القرون الوسطى، البنوته الصغيره اللي بتقع في حب الفارس اللي انقذها من اللصوص اللي كانوا هيخطفوها. انت ما انقذتنيش من كامل عبد الدايم وبس، لا ده انت كمان انقذتني من سجن بشع كنت حابسه نفسي فيه، ولا كنت حاسه انه سجن. بس انا لسه بحبك قوي. نعم. نفس حبي لاحمد اخويا وعمتي عناد. عمتك؟ ايوه، حب اخ وصديق. لعلمك بقى انا كنت واثق ومتاكد انك هتوصلي للنتيجه دي. يعني ما كنتش حابب اقولك بنفسي، كنت عايزك تعرفيها وتحسيها بدل ما اقولك وتبقى صدمه. صحرا، ما تستعجليش على الحب. الحب الحقيقي هيجي لوحده من غير مقدمات ومن غير مواعيد، وانا حاسس اني قريب جدا هفرح فيكي لما يظهر الشاطر حسن ويخطف قلب ست الحسن والجمال. ويا ترى بقى ست الحسن تقدر تكلم الفارس المغوار وتبلغه بقدوم الشاطر حسن؟ لو ما عملتيش كده انا هزعل جدا. مش احنا اتفقنا اننا اخوات واصدقاء؟ ايوه. يبقى لازم اكون اول واحد يعرف بظهور الشاطر حسن في حياه ست الحسن. انا بقى مش هقدر اقول لك اي حاجه دلوقتي. انا كل اللي اقدر اقوله لك انك تقبل احتياطاتك. موقف خطير، خطير جدا ولا يستهان بيه. ما انا لازم اعرف تفاصيل المشكله دي يا فريد بيه، على اساس ان هي لو ليها حل احلها. ملهاش حل؟ طيب اعرف حجم الخطر ايه عشان اعمل حسابي. تتعمل حسابك كويس وتعمل اقصى استعداداتك انت ورجالتك. يا عايد بتقول ايه؟ هايل هايل يا عايد. بقوله ده يستاهل تقله ذهب. انا هحول لكم بقيه اتعابكم بكره. طبعا مبسوط مبسوط وهطير بالفرح. مع السلامه. خير يا فريد بيه؟ فارس انا اسعد راجل في الدنيا دي كلها. خلاص الخطر راح 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 راح. جات لي اخباره الجوكر اللي هو انا قش، وصاحبك اللي هناك خلاص فينيتو. مش فاهم يا فريد بيه. مش لازم تفهم، واذا كنت عايز تفهم خلاص ما بقاش في خطر لا جوه ولا بره. مع ان حضرتك ما قلتش حاجه لكني مستوعب وفاهم، واكيد ده خبر هايل جدا، وده يخليني اقول لك على قرار انا كنت مأجله في الوقت المناسب. قرار كده مره واحده؟ قرار شخصي، حاجه كده زي قرار الاعتزال. عايز يعني تسيبني ولا ناوي ما تشتغلش بقى حارس خاص؟ الاتنين، وخصوصا ان حضرتك دلوقتي ما بقاش عليك خطر لا من بره ولا من جوه. اه اوكي اوكي. لا دام زال الخطر أبقى مش محتاج لك.
لكن اسمع، أنا بعترف بمجهودك معايا. أنت أنقذت حياتي أكتر من مرة، وبحكمة جديدة بعدت كل خطر اللي حواليا. عشان كده أنا مش هبخل عليك، لا أنت ولا صاحبك. تلوف الذكريات معايا جميلة جميلة، عمرها ما تتنسي. كفاية نيمتوني في أوضة الجنايني. وغيرها وغيرها وغيرها. ده شيك يا سيدي عشانك، اعتبره يعني مكافأة بمبلغ مش بطال. وده شيك بقى لزغلوله لأنه ما يستاهلش. اتفضل. شكرا فريد بيه. لو سمحت لي بعد إذن حضرتك، يعني نفسي أنصحك نصيحة. أنت تنصحني يا فارس؟ اقبلها مني، لأن دي أكيد آخر مرة هنشوف بعض فيها. أو اعتبر سمعك لي يعني جزء من مكافأة نهاية الخدمة. وماله؟ قول يا سي فارس، قول. لو ليك أي خصومات مع أي حد، يا ريت تصفيها بالعدل وبما يرضي الله. تصالح مع نفسك، مع أختك، مع أولادك، مع كل الناس اللي حواليك، وساعتها صدقني عمرك ما هتحتاج لحارس خاص ولا أي نوع من الحراسات عشان يحموك. بالعدل هتعيش في سلام وأمان. ألف مليون حمد لله على السلامة يا باشا. ده يا فندم أبسط تعبير من ممثلي موظفي المجموعة عن فرحتهم برجوعك بالسلامة يا باشا. ده تعبير؟ ده سايبين شغلهم وسايبين مكاتبهم وتقول لي ده تعبير؟ كل واحد يروح على شغله. يلا 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 يا جماعة، كل واحد يروح على شغله. يلا يلا. أنا مش عاجبني اللي حصل ده يا فولي. يا باشا جايبين لي ورد وحاطينه على راسي. قول لي في حاجة على راسي؟ لا لا يا باشا، شوف كويس زي الفل والله ما فيش حاجة. احنا يا باشا كنا عايزين نعبر عن فرحتنا برجوعك بالسلامة ونعبر عن حبنا العظيم كل الموظفين دول لسعادتك يا باشا. شوف بقول لك، شغل الألباندا بتاعك ده انا ما يخلش عليا. انا عايز شغل، شغل من نار، اللي بدفع له جنيه يشتغل بيه. انا دلوقتي فضيت خلاص، ما بقاش عندي مشاكل، هرجع بقى زي زمان أبشر الشغل بنفسي. أيوة يا فندم، بس ده إرهاق كبير جدا على حضرتك. لا إرهاق ولا حاجة. أنا لسه شباب، أنا أقدر أشتغل 24 ساعة من غير ما أقول آه. عموما يا فندم، أنا من غير ما أعرف نية حضرتك في تكثيف الشغل، بعد إذن جنابك أنا جهزت لحضرتك المكتب اللي في الدور الثالث، وحطيت فيه شيزلونج وأجهزة جيمنازيوم بسيطة، واتفقت مع مدلكة روسية هايلة هتيجي لحضرتك كل يوم الظهر نص ساعة تعمل لحضرتك مساج. كويس كويس أوي أوي. وبعد إذن جنابك اتفقت مع أوتيل فايف ستارز هيجيب لحضرتك وجبة خفيفة الظهر. أنا بحب دايما الوجبة الخفيفة دي. أنسة ميرفت يا باشا، همة ونشاط وكفاءة وحيوية مفيش بعد كده. والله هي لسه تحت الاختبار، لما تثبت كفاءتها ونشاطها مرتبها هيبقى فوق أو. أنا كل اللي يهمني يا فندم رضا جنابك عني. على فكرة يا باشا، عمال وموظفين بتوع مصنع العبور بعد حريق الثلاث مصانع بيشتغلوا ورديتين يوميا عشان يغطوا طلبات السوق، والحقيقة كانوا بعتين وفد لسعادتك علشان موضوع الأوفر تايم. أوفر تايم بتاع إيه؟ يشتغلوا ورديتين بنفس الأجر، واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه اطرده جيب غيره. هو في حد لاقي شغل يا ابني؟ اتفضلوا. هاتي لي البوسطه والفاكسات. جاهزه وتحت امر جنابك يا فندم. الو، ايوه مس لبيب، وصل من السفر حالا
ولسه جاي الشركة دلوقتي. ودي عرفتها ازاي وهو لسه جاي دلوقتي؟ فعلا لابس بدلة كحلي وكرافطة أحمر في كحلي. الله، ده على كده بقى مش أنا الواحد اللي شغال معاه. لا 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 يا ميسيو، أيوة ما مش مهم، مش مهم كل ده. حاضر يا ميسيو، أول بأول هتكون الأخبار عندك. مع السلامة. مع ألف سلامة. ممكن بقى كنت داخلة عليا بعد كده في أي وقت تبقي تخبطي يا ست ميرفت. أنا كنت جاي أقولك إن فريد بيه هيعمل اجتماع مديرين بعد ربع ساعة، بس الظاهر إن أنا دخلت في وقت مش مناسب. يا فولتي يا جميلة أنتي، ياللي بتلعبي بديلك من ورا ميرفت حبيبتك. ممكن بقى تبعدي علشان ده مش هيبقى كويس لينا احنا الاتنين؟ ممكن أعرف كنت بتكلم مين وإيه الحكاية؟ مش هقولك حاجة، وتفضلي روحي شوفي شغلك يلا. وأنا بقى مش منقولة من هنا إلا ما أعرف كنت بتكلم مين. مكالمة شغل عادية، استريحتي؟ ولما هي مكالمة شغل عادية اتخضيت ليه وشك جاب ألوان لما دخلت عليك وكنسلت الرقم الأخير اللي انت كنت بتطلبه؟ أنا لا وشي جاب ألوان ولا كنسلت أرقام. عموما مش مهم، مسيري هعرف ايه الحكاية وساعتها بقى حقي هيبقى محفوظ. وعشان أحلل حق اللي هتدهوني بمزاجك أنا تحت أمرك ومستعد أكون دراعك اليمين، والمثل بيقول إيد لوحدها ما تسقفش وإن كنت إخواتي تقسموا. ممكن بقى تروح تشوفي شغلك وتسيبيني في حالي لأني اتخنقت منك؟ بعد الشر عليك يا حبيبي، بس برضو مسيري هعرف. صباح الخير. صباح النور. هتلاقي قهوة يا نوح. بابا احنا قلنا نيجي نلحق حضرتك الصبح بدري قبل ما تروح المكتب. طب وانتوا المكاتب بتاعتكم دي ما وحشتكوش؟ يا بابا احنا جايين اساسا نقول لحضرتك مبروك. فارس بلغنا ان كل الخطر اللي كان بيهدد حضرتك راح، وانك انت استغنيت عن خدمات فارس وعن الحراسه الخاصه. الحمد لله الحمد لله. انا كل اللي بيقلقني دلوقتي انتوا. ومبروك كمان لرجوعك لفيلتك. الحمد لله. طب وانتوا بقى انتوا مش ناويين تعقلوا بقى وترجعوا؟ بابا انا ودعاء حددنا ان شاء الله ميعاد الخطوبه هيبقى الخميس الجاي، بس انا مش متصور ان الخطوبه دي ممكن تتم من غير وجود حضرتك. دعاء تاني دعاء. يا بابا انت عمرك ما حبيت. لا لا بقى لا، انا انتوا زودتوها زودتوها قوي. اسمع يا احمد. ايوه بابا. الجوازه اللي انا اخترتها لك دي انت واختك المطيوره ده لمصلحتنا. شغلنا لازم يكبر يكبر ويتوسع. ايوه بابا، بس احنا عندنا اللي يكفينا وزياده. مش هبكش تقول كده ابدا، ده كلام فارغ. ده الراجل البيزنس اللي بيشتغل في البيزنس لازم يشتغل ويتعب ويتعب ويكسب ويشتغل ويكسب. لحد امتى؟ هيعيش حياته امتى؟ ما هي دي حياته، البيزنس حياته. ليه؟ هو مفيش حاجة تانية في الدنيا؟ والجواز والبيت والعيلة والأسرة. تسمعش كلام عمتك، أصلها لسه ما اتجوزتش. اوعى تفتكر إن كلامك ده هيجرحني ولا يأثر فيا. بالعكس، أنا حاسة إن أنا اتجوزت وجوازتي فلحت وربيت وطلعت للدنيا شاب راجل وشابة جدعة وزي القمر، وكل واحد منهم عارف سكته وهتبقى له حياته. وبالنسبة لي أنا دي نعمة من عند ربنا، نعمة كبيرة. يا ريتك يا ريتك تطول نصها. قصدك ايه يا نيات؟ قصدي انك تاخد ولادك في حضنك، تاخدهم تحت جناحاتك عشان ربنا يبارك لك في مالك وعافيتك. بري يا نيات، انت بتدعي عليا؟ بالعكس يا فريد يا اخويا، ربنا يعلم انا قد ايه بدعي لك. شكرين 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 قوي يا ستي. ها قلت ايه يا احمد؟ بابا عشان خاطري ما تضغطش على احمد اكتر من كده. انتي تسكتي خالص، انتي لسه دورك جاي. يا بابا انا ودعاء خلاص اتفقنا على كل حاجه، وانت ما يرضكش ان ابنك ما يطلعش راجل في كلمته. مش بس كده، هو بيحبها وهي بتحبه
وده اهم حاجه. ما تقوله بصراحه يا احمد. لا انتوا كده هتضيعوا لي وقتي. وماله فيها ايه؟ ما انت بابانا. صدقوني انا 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 ماليش في الدنيا غيركم صدقوني. ليه والبيزنس؟ اسكتي يا عنات اسكتي. حاضر، ولو اني عارفه ان مفيش فايده. بابا احنا صحيح حددنا ميعاد الخطوبه، بس انا مستعد نغير الميعاد ونحدد الميعاد اللي يناسبك. الموضوع ده كله مش مناسبني، مش مناسبني، وده اخر كلام عني. يا خساره، كان نفسنا تكون معانا في ليله زي دي. شوف اما اقول لكم، ما دام انتوا مصممين انك تخرجوا عن طوعي، بالتوكيلات اللي عندي هحرمكم وكل حاجه عندكم، وهخليكم تبتدوا من الصفر. وماله؟ ما احنا برضه ولاد فريد الجهري اللي ابتدى من الصفر. نوح، هات القهوه في المكتب. الله يبارك فيك. محمود لما قال لي ربنا العالم انا فرحت لك قد ايه. ميرسي يا روحي. عارفه يا مان، وقت ما جيت اتقدمت لك انا كنت متردد شويه، لان وقتها ما كانش عندي شقه ولا اي مقومات ماديه للجواز، لكن دلوقتي انا ممكن من بكره الصبح انزل اشتري شقه، بس شقه معقوله، وافرشها برضو فرش معقول. طبعا ده غير حصتي في المصنع زائد مرتبي كنائب مدير عام، ده يعني ممكن يوفر لنا حياة طيبة جدا ومريحة أنا وإنتي وحمادة. فارس، أنا منكرش إني حبيتك وجوايا حب كبير قوي من ناحيتك، وصدقني أنا عمري ما فكرت إذا كنت جاهز أو مش جاهز ماديا للجواز، بس الظروف اللي أنا فيها والقضايا الكتير اللي بيني وبين عم حمادة، خصوصا قضية الضم والوصاية، هي اللي مخلياني خايفة إذا اتجوزتك ياخد مني حمادة والوصاية تروح له، غير ان حماده حقوقه كلها تضيع. احنا ممكن نقوم محامي واثنين وثلاثه، وممكن اكبر محامي في البلد. انا رحت لاكتر من 5 محامين، كلهم اكدوا لي ان موقفي هيبقى ضعيف جدا اذا اتجوزت. طب والحل؟ للاسف مفيش غير حل واحد، هو ان يتفرغ لتربيه حماده وافضل عافر في المحاكم لغايه لما اجيب له حقه، وانت اكيد هتلاقي اللي تساعدك وتحبها. ده قرارك الاخير؟ ايوه. على كل حال انا مش هعتبر ده قرار نهائي ولا نهايه المطاف بينا، وبعدين لازم انا وانت ومحمود بشتى الطرق نوصل مع عم حماده لحل. صعب قوي. إيمان، ربنا سبحانه وتعالى عارف إن إحنا نوانا طيبة، أكيد هيقف جنبنا، ويا ستي أنا مش مستعجل، لما المشاكل دي كلها تتحسم هتلاقيني مستنيكي. عارفة ليه؟ ليه؟ لأنك الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، واللي لا يمكن هفرط فيه، حتى لو هستناكي طول العمر. الأكل جاهز والبوفتيك سخن ويجنن. هنقول مبروك ونزغرط؟ هو من ناحية هتزغرطي فإن شاء الله هتزغرطي، بس يعني هنأجل الزغروطة شوية. وانت ابو حنف همتك معايا بقى الايام الجايه دي لحد ما نريح قلب العروسه ونطمنها الاستاذ حماده، ولا ايه يا امان؟ لا مؤاخذه يا باشا. فارس باشا، اصل الليله ليله انا وسرور وكوبايات في ثواني بتدور، اسمينا شربت من وردي، واحد اهو اتنين اهو واحد اتنين، الصلاه على الزين الصلاه على الزين، حلال عليك ست الحلوين، و
عقبالك كده انت والانسه سهر في ليله واحده ان شاء الله. ده انت تبقى ضربت عصفورين بحجر واحد وكسبتنا احنا الاثنين مره واحده. ايه مالك يا احمد؟ قفلت مره واحده كده ليه؟ صعبان عليا ان بابا ما يحضرش حفله خطوبتي. لا مالكش حق يا باشمهندس، بتهيألي يعني وجود عنايات هانم والانسه سحر والمطرب الشهير زغلول وحرم المصون الراقصه اللولبيه حنان، ده هيعوض شويه. وبعدين يا سيدي لما ان شاء الله يعني كده تجهزوا للفرح الكبير تكون الامور اتحسنت والميه رجعت لمجاريها وفريد بيه هيكون اول الموجودين ولا يا عنايات هانم؟ ياه ده هيبقى يوم المنى يا فارس. اوكي قضوها بقى رغي وخلوا العروسه قاعده على نار. يلا يا باشمهندس لحسن المعازيم يقولوا العريس هرب ورجع في كلامه. يلا يلا. تستعيد الذكريات لما كان في ولد خجول بيقف ورا الشيش واول ما يتظبط يستخبى بسرعه ويقفل ورا الشيش. بس الولد الصغير ده خلاص كبر وفتح الدلفتين ومبقاش في حاجه لا يستخبى وراها ولا يخاف منها عشان لقى الانسان اللي بتحبه وهتقف وراه ومعاه طول العمر. ولا لسه الولد الصغير خايف؟ مش خوف يا دعاء، انما احمد انا حاسه بيك. انا كنت صغيره قوي لما بابا توفى وحسيت بفقده، لكن انا بابا عايش وقدام عيني وبيني وبينه امطار. انت مش بلغت بميعاد الخطوبه؟ ايوه. طب ايه رايك بقى ان انا حاسه انه لو هيصنا وزغرتنا وهو سمعنا هيتخلى عن عناده وهنبص نلاقيه بيخبط الباب وبياخدك في حضنه ويقول لك مبروك يا احمد. تفتكر ده ممكن يا دعاء؟ وليه لا؟ احنا علينا بس ان احنا نزغرت ونزغرت ونزغرت ونعلي صوت الزغرت لحد ما توصل له. يلا بقى. ايه انت عايز المعازيم يقولوا ان انت مش مقتنع بعروستك ولا يمكن حد غصب عليك عشان تتجوزني؟ الو. ايوه انا. مين؟ اهلا اهلا يا ست وجيده، اهلا بيكي. طبعا انت مبسوطه الحمد لله كل شيء تم برضاكي. تقولي ايه؟ في ناس ايه قريبين مني ويخونوني؟ مين دول؟ مين هم بس قولي؟ انت بتتكلمي منين؟ من جنب الفيلا؟ طيب تعالي شرفي، اهلا وسهلا. ناس قريبين مني ويخونوني؟
طب مين؟ يا نوح، نوح أوامرك يا فريد بيه. خلي نعمة تعمل لي فنجان قهوة وتجيبه لي على المكتب، وقول للحرس اللي بره في واحدة ستة هتيجي تسأل عليا اسمها وجيدة أو مشاوي، خليهم يدخلوها. أوامرك يا فندم. نعمة، فنجان قهوة بسرعة وديه لفريد بيه أوضة المكتب على ما أروح أنا للحرس اللي بره بسرعة. الو، اصلي يا دوب لسه البيت طالب دلوقتي فنجان قهوه، على ما اعمله له واوديه له تكون انت وصلت. ايوه تستناني في الشارع اللي ورا الفيلا، اول ما اخلص هديك رنه، تقرب بالعربيه هركب فيها على طول. ايوه باي 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 باي. ادخل. القهوة يا فريد بيه. خدمة تانية يا فريد بيه؟ شكرا. تحت أمر حضرتك. اهلا اهلا يا ست ام شوقي. اتفضلي يا ست اتفضلي استريحي. اهلا بيك يا فريد بيه. اهلا بيكي انتي. انتي لما كلمتيني بالتليفون قلت لي ان في ناس حواليا وبيخونوني. ايوه يا بيه. انا بقى مش هنسالك الجميل ده ابدا. انت عارفه ان انا بقى نفذت لك كل طلباتك. نفذت طلبات ولاد المرحوم، لكن طلبني لا. انا قلبي لسه جايد نار لقتلك الغالي بجبروتك. الله 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 الله، ايه الكلام ده يا ست مشوي؟ بعد يدك، بعد يدك عن جيبك يا فريد يا جوهري. جرايه جرايه يا مشاوي، احنا مش كنا اتفقنا خلاص؟ ايه جايه تلغي الاتفاق؟ فاكر انك كنت هتضحك علي بعاملتك دي وتنفد بعمرك؟ لا، هاني اللي حكت لك بيدي
قلت لك هيكون بيدان يا فريد يا جوهري. تشاهد تشاهد على روحك. ممكن ارد على التليفون؟ ترد ما تردش تستنجد بخلق الله كلهم. يدع الزناد اسرع من اي ناجده هتطلبها. رد وقول للي طالبك ان مرت عبد الحميد ابو الفضل هي اللي قتلتني. رد يا فريد، رد يا جاري. الو، ايوه عايد. انا اسف، هبلغك اخبار مش كويسه. مش اكتر من المصيبه اللي انا فيها دلوقتي. في ايه؟ اتكلم. انا قاعد قدام فرناندو دلوقتي. انت قاعد وانت مين؟ فرناندو باولو خدنا وبعنا لفرناندو. فرناندو حي واقف قدامي هو وباولو، وطلب مني ابلغك رساله انه القهوه اللي حضرتك لسه شاربها دلوقتي فيها سم فعال هيقضي عليك خلال نص ساعه، ومهما حاولوا الدكاتره فانت ميت. انت بتقول ايه يا عايد؟ عايد انت قلت ايه؟ بيخانة بيب شفا يا فريق. رد عليا عايد. عايد أرى بداتشي سيور قاري. سم يلا بسرعة نلحق بابا. حاول ترجع اللي بجوفك. السم السم بيقرف السم بيقرف حلوي. Yeah.
وجهي وجيتك كانت عايزة كانت عايزة كانت عايزة تقتلني فرناندو سابها وقتلني مايا اعمل حاجة يا فارس اعمل حاجة مايا منوح استعجل الإسعاف اعمل حاجة اعمل حاجة يا جماعة عملت فريق بيه نفسه عارف كده كويس اعمل ايه تاني مايا اشرب المايا اخوي اشرب كنت بتكرهني يا فارس بالعكس يا فريد بيه انا عمري ما كرهتك بس كنت دايما بتصعب عليا شيطان شيطان وكان راكبني وانت يا صحر ما تتجوزيش الوادي اللي اسمه وليد ده وانت احمد البنت البنت اللي اخترتها بنت كويسة اختها النظرة ربيها كويس هنات انت هتكوني أمهم وأبو فارس تحت أمرك فريد بيه ما تسيبش أحمد وصحر اعمل لهم كل الاجراءات الامنيه خليهم دائما في حراستك يا فارس خلاص يا فريد بيه تقريش ان احمد وصحر محتاجين اجراءات امنيه ولا حراسه خاصه طول عمري كنت فاكر